السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو راح نتابع مشوارنا مع الفلفل اللي هجناه، العشر نبتات أو العشر عصايص اللي بذرناها، والحين راح ننتقل إلى مرحلة إنه نخفف النباتات الموجودة، لأن مثل ما تذكرون زرعنا أكثر من بذرة في الأصيص الواحد، فعندي 3 إلى 4 نبتات في كل أصيص، فراح نخففهم ونخلي الأقوى منهم تستمر إلى أن ننقلهم في الأصايص اللي أكبر، راح تكون إن شاء الله أصايص 15 لتر وراح تستمر فيها إلى نهاية الموسم إن شاء الله. فمثلا عندي هذه الأصيص، عندي فيه 3 نبتات، عندي 1، 2، 3، فثلاث نبتات. فاللي أشوفه أن هذه النبتة هي أقوى نبتة، أولا من ناحية حجم، من ناحية اخضرار كصحة، ولو أننا متقاربين في الحجم، ولكن هذه صايرة هي المخضرة أكثر وصحتها أحسن، فهذه اللي راح تبقى، والبقايا مجرد أني راح أقطعهم هذا الشكل، أقطعهم في مستوى التربة وخلاص راح يتوقف نموهم وتبقى عندي نبتة واحدة في الأصيص. فراح أسوي نفس الشيء للبقايا، وراح نستمر أن نواصل نغذيهم بحبة واحدة من الNPK في كل أسبوع ونروي عليهم. ولكن شيء واحد بديت أسويه مؤخرا، لأن بديت ألاحظ بعض تقوس الأوراق، أني أرش النباتات مرة في الأسبوع بالنيم، بس على أساس أتفادى أي مشاكل مع السبايدر مايتس أو الحشرات الصغيرة اللي ما تبين بالعين المجردة. مثل ما احنا شايفين الحين خففنا النباتات، فصار في نبتة واحدة في كل أصيص، هذه كلهم أزلناهم من الأصايص. فاللي راح يبقى الحين أني راح أغذي النباتات وأرشهم رشة بالنيم، بس على أساس أتأكد من عدم وجود أي شيء من السبايدر مايت بالذات. وإن شاء الله راح نواصل مع هذه النباتات وإن شاء الله راح تنمو، والفيديو اللي إن شاء الله راح يكون لما ننقلها إلى الأصيص النهائي اللي راح يكون 15 لتر، أتوقع راح يكون بعد أسبوع أو بالكثير أسبوعين، لما تنترس هذه أو تمتلي هذه الأصايص الصغيرة اللي هي لتر واحد بالجذور، ممكن ننقلها إلى أصيص 15 لتر وتواصل نموها في إلى نهاية الموسم، وراح نتابع نمو النباتات بأشكالها وجذورها وحجمها وطريقة نمو النبتة، والأهم اللي هو الثمر، وراح إن شاء الله يكون في فيديو تجربة ثمر كل واحدة من النباتات ونقارنها بالأصل ونشوف إن شاء الله النتائج. فأتمنى أن استفدتوا من هذا الفيديو، وإذا في عندكم أي سؤال أو أي استفسار ممكن تتركونه في قسم التعليقات، وإن شاء الله راح أحاول أجاوب أسئلتكم بأسرع وقت ممكن، وأشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي. في أمان الله.